السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للعاشر من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في أولى صفحاتها: التنسيقية تناقش مستجدات التعامل مع فيروس كورونا. وزير النفط لصحيفة أخبار الخليج: مملكة البحرين تسير بثبات وقوة في تطوير قطاع النفط والغاز رغم التحديات. مصاب بكورونا يخالط 91 حالة وينقل العدوى إلى 33 حالة. وإلى صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها: صادرات البحرين تدشن تصدير منتجات ب 32 مليون دينار خلال 18 شهرا. المعراج رئيسا للمدفوعات الخليجية. الثقافة تدشن 4 مشاريع في العام الجاري. استئناف البرامج بمراكز التربية الخاصة يوم الأحد. ومع صحيفة الأيام والتي عنونت: تعافي الأعمال التجارية في مملكة البحرين خلال 12 شهرا. في بيان مشترك 36 نائبا يطالبون بحزمة دعم إضافية. بنك الإسكان يدشن مشروع ديرة العيون. ولهنا عليكم حملة لزيادة زوار مملكة البحرين. وإلى صحيفة البلاد والتي استهلت: 7 خدمات مسموح بها داخل الصالونات النسائية. بابكو 20 مليون ساعة دون إصابات. 7.3% ارتفاع المبيعات عبر بطاقات الائتمان. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة التنسيقية والذي عقد عن بعد وخصص لبحث آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن عدداً من النواب طلبوا بضرورة إطلاق حزمة ثانية لدعم القطاع الخاص المتضرر من أزمة كورونا، بالإضافة إلى دفع رواتب البحرينيين لمدة 3 أشهر إضافية أخرى، وذلك وفق شروط محددة تقوم من خلالها الشركات بالالتزام بها من خلال تقديم ضمانات بعدم المساس بالموظفين البحرينيين. ضمن إطار مساعيها لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مملكة البحرين، وذلك بعد انقضاء أزمة كوفيد-19 وخصوصاً من المملكة العربية السعودية الشقيقة، لفتت صحيفة الأيام أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض أعلنت عن تدشين حملة جديدة بعنوان ولهنا عليكم، والتي سيتم إطلاقها عبر 3 مراحل على مدار العام. بيّنت صحيفة الأيام أن المجموعة التنسيقية لمجلس إدارة الغرفة ناقشت خلال اجتماعها عن بعد الاستبانة التي أطلقتها لرصد الآثار الاقتصادية للجائحة العالمية على أصحاب الأعمال. وأشارت الغرفة إلى أنها استطلعت آراء 1000 رجال الأعمال، حيث توقع 77% أن تتعافى الأعمال التجارية الخاصة بهم خلال 12 شهراً بعد انتهاء هذه الأزمة. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الصحة كشفت أن مصاباً بكورونا خلط 91 حالة، حيث نقل العدوى إلى 33 حالة، بينما كانت النتائج سلبية ل 58 حالة من العدد الإجمالي وهم تحت الحجر الصحي المنزلي. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة لتجاوز هذه الجائحة.
بخط قلم الكاتب محميد المحميد نقرأ مقالا في صحيفة أخبار الخليج والذي جاء بعنوان حينما يكون الرقم واحد يساوي 91. فإلى المقال. ليس لغزا محيرا أو سحرا غريبا، كما أنه ليس خطأ مطبعيا بأن يصبح الرقم واحد يساوي 91، ففي التجارة أو الصحة هذا الناتج يعني طفرة غير طبيعية، سلبية نحو الخسائر الفادحة أو إيجابية نحو الأرباح الطائلة، لكنه للأسف الشديد تراجع كبير وتأثر سلبي في مجال الصحة العامة وفيروس كورونا بسبب غياب الالتزام والمسؤولية الفردية. شخص واحد نقل أثر كورونا إلى نحو 91 شخصا، بعضهم من عائلته وبعضهم من المحيطين به في عمله وآخرين من المخالطين لهم، إذ أن مصابا واحدا فقط نقل العدوى إلى 33 شخصا وأجلس نحو 58 شخصا في الحجر المنزلي، ولا يزال العمل جاريا لحصر الأعداد، فربما تصبح النتيجة أكبر طامة وأكثر مصيبة. للأسف البعض يخجل أن يقول أنه يشعر بأعراض معينة أو مرض، أو حتى أن يراجع الطبيب أو يذهب إلى المركز الصحي هذه الأيام، ربما كي لا ينظر إليه المجتمع نظرة الشك والريبة بأنه شخص مصاب بفيروس كورونا، وأن الاقتراب منه والتعامل معه معد وغير مضمون. المسؤولية الفردية أمانة والتزام ديني ووطني، والاستهتار فيها أو التهاون معها جريمة في حق المجتمع والدولة، وعبء ثقيل على أفراد الصفوف الأمامية في فريق البحرين. نقلت صحيفة الوطن أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أصدر تعميما للمراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة باستئناف البرامج والجلسات التأهيلية الفردية في المراكز الخاصة ابتداء من يوم الأحد 14 من شهر يونيو الجاري. نقرأ من صحيفة الوطن أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية صرح بأن شرطة المديرية سجلت 1150 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه بالأماكن العامة منذ البدء في تطبيق هذا القرار. نشرت صحيفة أخبار الخليج أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد نفت صحة ما نسب إليها بشأن فتح الجسر لبعض من الحالات اعتبارا من اليوم الأربعاء، وذلك عبر تغريدة لها على حساب المؤسسة الرسمي في تويتر. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتب السيد زهرة والذي جاء بعنوان كورونا والقيم الجديدة، وقال فيه ما يلي: في أوقات الأزمات والمحن من الطبيعي أن تسود قيم إنسانية نبيلة مثل التعاطف والتضامن والتكافل ورفض الظلم والخوف على الوطن وهكذا، لكن مع انتهاء الأزمة تبدأ هذه القيم في الخفوت والتراجع مع مرور الوقت. هناك عوامل أساسية كثيرة هي التي تحدد طبيعة القيم التي تسود في المجتمع وتترسخ في حقبة زمنية معينة. لهذا فإن السؤال الأساسي فيما يتعلق بما إذا كانت القيم الإنسانية النبيلة التي يشهدها العالم اليوم سوف تستمر أم لا؟ هل سيشهد عالم ما بعد كورونا تغيرا في طبيعة النظم السياسية في دول العالم وانحيازاتها الاجتماعية كي تصبح أكثر إنسانية أم لا؟ هذا ونشر صحيفة الوطن في صفحتها الأخيرة صورة لبيان الدور الكبير لشرطة خدمة المجتمع في مواجهة فيروس كورونا.
وإلى صحيفة البلاد والتي نشرت أن هيئة الكهرباء والماء أغلقت مركز المحرق والكنتري مول للخدمات وأتاحت عدداً من القنوات الإلكترونية لإتاحة إنجاز جميع المعاملات دون الحاجة للحضور الشخصي. نشر صحيفة الوطن توضيحاً من قبل وزارة الصحة للخدمات المسموح بالعمل بها في صالونات التجميل النسائية، وذلك لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا. في ظل انتشار فيروس كورونا ولإنقاذ ورشته الصغيرة، ابتكر إسكافي روماني طريقة لافتة لضمان التباعد الاجتماعي، حيث نجح الإسكافي في صنع حذاء التباعد الاجتماعي والذي يصل طوله 75 سنتيمترا، مستخدما في صناعته أفضل أنواع الجلود، وبدأ بتلقي الطلبات من جميع أنحاء العالم. إلى الأخبار المنوعة، حيث أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لصحيفة أخبار الخليج، أكد أن مملكة البحرين تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهامة التي تدعم تطوير قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزير الإسكان المهندس باسم الحمر صرح أن بنك الإسكان يعتزم عرض 515 وحدة سكنية للبيع للمواطنين ضمن المرحلة الأولى لمشروع ديرة العيون، وذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري. لفتت صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة أعلنت عن دمج بيانات بطاقة ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة مع النسخة المطورة لبطاقة الهوية، حيث سيسهم ذلك من استفادتهم من كافة المزايا والخدمات التي تقدمها الجهات والمؤسسات الحكومية لهم. بيّن صحيفة الوطن أن صادرات البحرين تمكنت خلال 18 شهراً من المساعدة في إيصال صادرات تشمل أكثر من 26 منتجاً وخدمة مختلفة. بقلم الكاتب عثمان الماجد نقرأ مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان مقومات الدولة في قطر، فإلى المقال. إذا كان الإرهاب والتطرف هما اللذان صنعا اسما لقطر لتكون حاضرة في نشرات الأخبار، فهذا لأنها ببساطة دولة راعية للتطرف والإرهاب وداعمة لهما، وليس في ذلك شرف لها. وإذا كانت الرشاوى والطرق الملتوية التي تتحدث عنها التقارير الدولية سببا في حصولها على حق تنظيم كأس العالم في عام 2022 لتجعل لهذه الدولة فقاعة صيت على المستوى الدولي، فإن التزييف والغش سلوكان آخران توظفهما حكومة قطر في سوق القضاء الدولية، كما فعلت في القضية التي رفعتها منفردة ضد البحرين في محكمة العدل الدولية بلاهاي. ادعاء قطر بتبعية جزر حوار وفشت الديبل وقطع الجرادة ومنازعتها للبحرين على الحدود البحرية قصة جديرة بأن تحكى في كل حين وآن حتى لا ينساها أبناء البحرين ولا أبناء البلدان الخليجية التي نتقاسم معها الأفراح والأتراح. إنها بحق قصة تحكي تراجعا مخيفا في الأخلاق ونقصا في الكرامة لدى حكام قطر، وتماديا في نهج الكذب والجحود لحكام قطر. وإلى فن الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.